زي ما قلت لحضرتك تأهل للنهائي لأول مرة، النادي الأهلي تأهل أكتر من مرة نصف النهائي، نفسنا السنة دي إن شاء الله نتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. طيب نستأذنك معلش مرة تانية نروح لعبد الحميد جلال ونتعرف منه على آخر الأجواء هناك. مساء الخير يا عبد الحميد. مساء الخير عليك يا كابتن أيمن، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. طمني بقى على الأجواء عندك، أخبارها إيه؟ طبعا أجواء رياضية جميلة جدا، الجو لحد ما كويس، جمهور الأهلي بسم الله ما شاء الله حتى الآن هو الأكثر آخر الدوارة اللي بيحتضن اللقاء، لعيبة النادي الأهلي في إصرار في تركيز، وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا النهاردة، وزي ما في مساندة من الجمهور في تركيز من اللعيبة، مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب متواجد في الإقامة و مصر ان هو يصافح كل اللعيبه ويشد من اجرهم، وان شاء الله يكون تحدث كويس ان احنا نكسب النهارده. بما انك كلمت على الجماهير، كلمني بقى على الاجواء الجماهيريه اللي عندك وايه اخبار مشجعين المصريين. طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ايمن، جمهور الاهلي في كل مكان سواء جوه مصر او بره مصر، خاصه جمهور الاهلي بره مصر بيضرب مثال كبير جدا في الانتماء وفي ان هو يزحف خلطه فريقه في اي مكان، وشفنا جمهور الاهلي عمل ملحمه في حاجز التذاكر رغم ان المباراه خارج الارض، لكن جمهور الاهلي يؤكد مرارا وتكرارا ان هو العامل الرئيسي في الدعم والمسانده للنادي الاهلي على مر السنين، وحتى الان لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي بقول لك ان مباراه الدرجه الثالثه يكاد يكون امتلا يعني عن اخره، وان لسه جمهور الاتحاد جاهز ما حصلش العدد بتاع جمهور الاهلي داخل الملعب، في اماكن كثيره فاضيه لان لسه بدري على المباراه، لكن حتى الان جمهور الاهلي هو الاكثر في ملعب المباراه. طمني على بقى الروح المعنويه عند اللعيبه، وسمعت ان اللعيبه قعدوا مع بعض والكابتن الخطيب اجتمع بيهم وشد من ازرهم، كلمني عن الاجواء دي والاحساس عندكم ايه وانتم قريبين من اللعيبه وقريبين من الاجواء المونديال العالمي ده. احنا كابتن ايمن من اول يوم اتحركت فيه من القاهره لجده كان باين جدا التركيز على النادي الاهلي في مطار القاهره، حتى في الوصول لمطار الملك عبد العزيز الدولي، الوصول لفندق الاقامه، في التدريبات في حاله تركيز جدا واصرار وجديه ورغبه اكيد عند كل اللاعبين كل افراد البعثه ان النادي الاهلي يوصل لابعد نقطه ممكنه في المونديال. مسانده غير منتهيه من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، مهندس خالد مرتجي رئيس البعثه، الكابتن خالد بيبو، مستر دولار بيتكلم مع كل اللعيبه، اللعيبه الكبار نفسهم زي كابتن محمد الشناوي ورامي ربيعه وعمرو السليه وكابتن علي معلول، كلهم بيقعدوا مع اللعيبه بتحفيز مستمر ورغبه ان شاء الله يبقى يوصلوا لابعد خطوه ممكنه في كاس العالم للانديه. باذن الله رب العالمين، ولينا لقاء اخر ان شاء الله باذن الله، يبقى مباركه بقى باذن الله بعد الماتش ان شاء الله. عبد الحميد ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز عبد الحميد جلال، كمل كلامنا دي استكمال الكلام يا كابتن.